الو بونسوار، تفضلي. بونسوار، بدي احكي بير مروان على موضوع تاني. يعني احنا دايما بنتمنى انه يكون ضمن الموضوع اللي عم نطرحه، بس اذا موضوع ما بده كتير وقت تفضلي. بنتي توفت نهار الاحد قبل ما تكمل السنة، وانا كنت عم صلي كتير وطلبت كتير، وكنت عندي رجاء قوي انه الله رح يشفيها، لانه حسب الجروحات، وهو قالنا شو ما بنطلب من الجروحات ومنال. وهلا حاسه بغضب، وحاسه حالي قد ما كنت قريبه من الله قد ما بعدت عنه، ما عم بعرف بقى احس بهالسلام، لان حاسه انه ما سمع لي، وعندي ولدين، وخايفه هلا انه كيف بدي اعيش اذا الله بالاول ما سمع لي، هلا كيف بده يسمع لي؟ بنعزيكي مدام، يعني اكيد بعض الجرح كتير سخن. ما بعرف شو بدك تجاوب ابونا. يعني إنسان مجروحة بموتة بنتها سنة عمرها. الموت، أنا بدي جاوبك على إيش في فكرة الموت براسك، تحتالي ترجع تصلح علاقتك بالله وتطلع هالنقمة من قلبك. النقمة طبيعية، ما تخافي وما بتزعل الله. الأم معلقة ببنتها وشافت الموت غيبها، يعني على الأكيد بيعمل نفور بداخلنا، بيعمل غضب. ما تعتلي هم، هاو ما بينفروا الله منك ولا بيزعلوا منك، لكن بده إياك الرب بمطرح تفهمي الموت منه قصاص من الله إليك. الموت يسوع فات عليه، القديسين فاتوا عليه، أطفال بيت لحم فاتوا عليه. منه شر الموت، منه شر. الله ما قشطك بنتك بالموت، الله بيشكرك انك عطيتيها الحياة لهالبنت، وهيدا وقتها ياخدها لعنده. يا ريت بتعرفي بأي سعادة هي تكنت تشكريه وتغمريه بمحبتك أكتر من انك تنقم عليه. يا ريت الرب بيسمح لبنتك بس تفسر لك بأي فرح وسعادة هي هلا، والداي ناطرة منك انك تتواصلي معها بالصلاة وتطلبي منها تتكفيكي على المحبة اللي حبيتيها اياها، واهم شيء تتكفيكي انك اعطيتيها الحياة، بدونك ما كانت انوجدت. ترك الرب ياخد الشخص بوقته، الرب بحكمته بيعرف خيرنا وبيعرف اي ساعة لازم نترك الارض. حكمته بتقول انه بحبنا، واللي عمله معنا منه شر. كيف اكبر من عقلنا يفهم، بدنا نصلي تنفهم ليه بهالوقت اخدها. بس اكدي طيب، اخدها لان بحبها ولان خيرها تروح هلا. يعني خدي نتفي وقتك تترتاحي من هالجرح، ورجعي افتحي قلبك للرب واسأليه شو حكمتك باللي صار، شو بدك مني، ليه أخدت لي بنتي بوقت مبكر بحبها. بذات الوقت رح يعطيكي شفاء، ما تخافي، ورح يحسسك بنتك أقرب لإلك هلأ مما كانت طيبة، ورح يفرجيك الرب ويخليك تلمسي لمس اليد انه صار عندك شفيعة كتير مهمة بالسماء بتشفع فيك وبإخوتها وما رح تتركك. خلي هالتواصل الروحي بينك وبين بنتك، ما تخلي الموت يخليك تفكري مثل كأنه خلص بنتك راحت وخسرتيها. لا، بنتك هي بنت الله وبنت السماء، وعندها اشياء كتير تقلك اياها، بس ما تسكري قلبك رجاء خاص. نعم، يعني مجددا بنرجع بنكرر تعازينا، واكيد نفسها بالسما، ومثل ما قلت عندها شفيع ملاك بالسما. دايما فكرة الموت بيوقف الانسان وبيجمد قدامه. صعبة. نعم. صعبة، الموت مأذي، وبذات الوقت جرحه عميق ما فينا نتخطيه الا بقعدة مع يسوع. عشان هيك اوعى تبعد عن يسوع، بتضيع. نعم. بتضيع بزيادة، يعني ما مش وقتها هلا تنقم، خليها تقعد معه وتطرح عليه الأسئلة، يسوع رح يفسر لك كل شيء.